نجحت أخيرا. ستفوزون عليهم إذا نفذتم تعليماتي. ترى من أنت أيها الرجل؟ أنا اللاعب فواز رشدي. إذا أصبح الكابتن فواز مدربنا سنضمن الفوز في أي مباراة نخوضها يا شباب. أولئك هم الذين سيزرعون في قلبي حب الحياة. إن حلمي سيشرق من جديد. سأمنحهم الرعاية والاهتمام، فهم يرسمون بفرحهم الأمل الذي كنت أسعى إليه. سأفرح كثيرا عندما أراهم أبطالا يرفعون كأس العالم، كم أتمنى ذلك. لم أكن أعرف أنك صديق حميم لوالدي. القبطان كامل صاحب فضل كبير علي، لقد منحني حبه ورعايته. اسمع يا ماجد، عليك أن تطيع السيد فواز وألا تخالف تعليماته، فهو مدربك يا بني. سيكون السيد فواز مثلي الأعلى دائما. أطمئني. ماجد، قم بتدريبك على أكمل وجه، اتفقنا؟ بالتأكيد، سنلتقي صباح الغد. أحسنت. سيد فواز، متى ستعود إلى أهلك؟ قريبا جدا، لكن بعد أن أدرب ماجد ورفاقه. حقا؟ نعم، فالقبطان كامل ساعدني كثيرا عندما أصبت أثناء اللعب. ابنك يا سيدتي مولع بكرة القدم، وهذا يذكرني بحبي لها طوال حياتي. أجل، سأهتم بماجد ليكون بطلا متميزا. شكرا. يا ماجد لنبدأ المرحلة الثانية من التمرين. حاضر. أين أنت يا كامل لترى ابنك يتدرب على يد فواز؟ ماجد ابقى إلى جانبي ولا تبتعد كثيرا. حسنا. كامل، كرة القدم هي أجمل هدية تقدمها لماجد بعد غيابك الطويل عنه. انظر كم هو سعيد. أتوقع له مستقبلا باهرا. عفوا. ماجد. احذر. لم أنسى تلك الحادثة طوال عمري. فبعد أن صدمت السيارة ماجد كنت أفقد وعيي، لكنني عدت إلى رشدي عندما رأيته بين الأغصان. ولقد شاء الله أن تمتص كرة القدم الصدمة ولم يصب ماجد بأي أذى. سيطير من الفرح. هيا تعالا، حان وقت تناول طعام الفطور. هيا يا أولاد، لقد انتهى التمرين هذا اليوم. كابتن فواز، لكننا لم نشعر بالتعب بعد. لا جدوى من هذا الأسلوب في التمرين يا أولاد. ولكننا سنخوض مباراتنا ضد فريق العنادل بعد أسبوعين فقط. إذن عليكم أن تعقدوا صداقة مع كرة القدم. هل يعقل هذا؟
اسمعوني جيدا، صداقة الكرة أمر غاية في البساطة. ستغدو الكرة أداة طيعة لتحقيق الفوز إذا حافظ كل واحد منكم على عدم لمسها بيده. مستعدون؟ لم أفهم. تقصد أنه لا يحق لنا لمس الكرة أبدا؟ يسمح لكم بلمسها مرة واحدة في اليوم، حتى حارس المرمى؟ يستثنى حارس المرمى فقط. ونحن أستطيع ذلك. ادفعوني. ماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تستخدم عقلك. التحكم بها. لا إنها عنيدة. سأحاول أفهم بها. أشعر أنني سأعاني المعاناة نفسها أيضا. سأستخدم يدي، فأنا حارس مرمى رائع. ليتني حارس مرمى. سأحاول صعود هذا الدرج. أنا ماجد كامل. أنا اسمي ياسين. لما لا نتمرن معا؟ هيا. سأنتسب إلى المجد أيضا. رائع. إذا يمكنك الانضمام إلى فريقنا. لا أظن، لا أستطيع الانضمام إلى أي فريق. والدي دائم الترحال، تفرض عليه طبيعة عمله التنقل الدائم. أبي يعمل رساما، لذا فهو يتجول من بلد إلى بلد ليرسم اللوحات المختلفة. إذا أنت دائم الترحال معه أيضا؟ درست في 3 مدارس هذا العام. معقول؟ كم أرغب في الانضمام إلى فريقكم، لكنني أخشى أن أغادر فجأة. عندها سأتألم كثيرا. تلك هي معاناتي. ياسين تعال يا بني. إنه والدك أليس كذلك؟ نعم إنه والدي. لقد سعدت جدا لمعرفتك. وداعا ياسين. أتمنى أن نلعب سوية حتى ولو لفترة قصيرة. ياسين أرجو أن نتقابل ثانية. سنلعب معا. ياسين هيا انتظر خارج القاعة. هيا. سأحاول منذ الغد تنظيم أوقات دراستي وأوقات تدريبي كي أبقى محافظا على مستواي المدرسي والرياضي على حد سواء. هيا.
ساجد منضبط لتتمكن من الوصول إلى المدرسة في الموعد المحدد. وصلت أخي. يبدو أن المقصرين في دراستهم كثر. أصمت، لدي معلومات مهمة ولن أبوح بها لأحد، خاصة أنت. خالد، ألسنا أصدقاء؟ شاهدت البارحة مباراة تدريبية بين العنادل وبين السعادة. فاز العنادل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، صحيح؟ من أهم الأمور أن يوازن المرء بين واجباته وبين هواياته. لذا عليك لم يشارك وليد مع فريقه في مباراتهم مع السعادة يوم أمس. أنا في الصف. لقد تغيب عن التمرين مدة يومين أيضا. أعتقد أنه مصاب. يا ولد، يجب أن تحترم المدرسة، فهي مكان لتلقي الأخلاق والعلم. أنا آسف جدا. موقف سيء، يجب أن لا نخلط أبدا بين المدرسة والرياضة. صد الكرة كما تمكن من صد سابقتها. أحسنت يا وليد، عليك أن تأخذ قسطا من الراحة. صار بإمكاني الآن مواجهة ماجد بكل ثقة. لم يأتي. كابتن، ما ذنبنا نحن؟ لقد انهينا دروسنا وواجباتنا، لذا لما لا نبدأ التمرين كي نستغل الوقت؟ لا يا عمر، بل سننتظره حتى ينهي دراسته وكتابته. ولكنه بطيء. عليهم أن يدرسوا بحماسة ويتحركوا بحماسة، هذا يدعو إلى التفاؤل. هل سيأخذ ماجد مكان حارس المرمى؟ ما الغاية من ذلك أيها المدرب؟ هل سيحرس ماجد مرمانا في المباراة؟ ماجد، هل أنت مستعد؟ استعد. ما الأمر يا ماجد؟ كن أكثر حيوية. حاضر، هيا. أين الكرة؟ خالد، ما بك؟ لا شيء. لهذه التسديدات الصعبة،
قدمه قوية جدا. إنه لاعب دولي. الكابتن فواز مدرب حقيقي. إنه متمرس. ماذا يقصد فواز؟ هل أنت راض عن أسلوبي؟ كابتن فواز، خطتك الذكية جعلتني أعرف أي التسديدات أصعب. إذا لعبت في الهجوم سأدرك أي الأساليب أقوى في تسديد الكرة، صحيح؟ وهل ستطبق ما تعلمته عمليا؟ نعم، سأتحدى وليد. تحتاج لعبة كرة القدم إلى قوة العزيمة يا ماجد، واللاعب الأقوى هو الأبقى. ما رأيك بهذا؟ هل تتوقع الفوز في مباراة اليوم أم أننا سنخسر كما في المرات السابقة؟ لا، ولكن يجب أن نتفائل. أين لانا؟ لقد بحثت عنها ولم أجدها. يا عليها أن تقف إلى جانبنا في هذه اللحظات. كرو ثلاث مدرجات. يا شباب، هناك عدد من لاعبي الفرق الأخرى، أرى بينهم اللاعب ماهر. مرحبا سيد شاهر. أهلا ماهر، لقد نالت مباراتكم مع العنادل إعجابي وتقديري. لكنها مباراة تدريبية، المباراة الحقيقية لم تبدأ بعد. حسنا. سمعت؟ ترى من ذلك الشاب؟ أظن أنني رأيته من قبل، ذكرني باسمه. إنه شاهر ومعه عامر، وأظن أنهما سيدربان الفريق. هل أنت متأكد من ذلك؟ لم تعتمد أسماء المشاركين في المنتخب بعد، لكن الفريق سيضم خيرة اللاعبين في الأندية. أتمنى أن أكون واحدا منهم. أنا أيضا أتمنى أن أكون في عداد المنتخب. نعم نعم، من حقك أن تحلم بذلك، ولكن المشاركة مع المنتخب حلم صعب المنال. معك حق. اطمئن، فأنت ممن ستكون لهم فرصة في المشاركة. حقا، ولكن هناك العديد من اللاعبين البارزين. علمت مؤخرا أن لاعبا بارعا قد انضم إلى فريق المجد. أجل أجل، لقد تمكن من تسجيل هدف على الكابتن وليد. يا إلهي، لم يحضر وليد. لقد تأخر، سندعو الحارس الاحتياطي. اطمئنوا اطمئنوا، فخصمكم هو فريق المجد، يجب أن تفوزوا. توقفوا. كابتن، اسمعوا، اليوم سيعقد اللقاء الحاسم بيني وبين ماجد كامل. أيمن. نعم. رامي. نعم. أنتما ستراقبان ماجد، عليكما أن تشددا المراقبة عليه. حاضر. يجب أن تحكما المراقبة في منطقة الجزاء فقط، فليسرح ويمرح خارج هذه المنطقة. لن أمكنه من المرمى. من قال لكم إن وليد لن يذهب في هذه المباراة؟ أنا قلت لعمر إنه لا يحضر التمرين فقط، وعمر فسر كلامي على هواه. ماذا؟ لم يعد لكلامي أي فائدة الآن. صحيح، لقد أصابه القلق بعد أن علموا بقدوم وليد. هيا هيا يا ماجد. سكت يا ماجد. سكت يا ماجد. يا ماجد. يبدو أن لانا تشجعك أكثر من الفريق. لقد أحرجكم. ممتاز، سيشعرون بالثقة. تبدأ المباراة بعد لحظة. يرجى من لاعبين الفريقين الاستعداد. شكرا، يرجى من لاعبين الفريقين الاستعداد. هيا استعدوا، حرصوا على الفوز والنجاح. لن تتمكن من أحد.
لديك أي هدف هذا اليوم يا ماجد، ستكون مهمتك مستحيلة. سيفوز فريق النجد في هذه المباراة ولن يخرج منها خاليا من فرق أبنائه.